أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم في فصل جديد من فصول قصة أسامة ابن زيد. والنهاردة هنبدأ في الفصل الخامس قصة أسامة ابن زيد بعنوان الأيام الأخيرة في حياة النبي. النبي يفكر في غزو الروم. بعد فتح مكة بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يفكر في غزو الروم، وأخذ يدعو المسلمين إلى الاستعداد لغزو الروم، وبهنا نعرف إن الرسول بدأ يدعو المسلمين إلى غزو الروم. لأول مرة يعلن الرسول صلى الله عليه وسلم عن المكان الذي سيذهب إليه. طب لماذا؟ بدأ يقول لي اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم أسلوبا جديدا هذه المرة، لأنه يريد من كبار الأنصار والمهاجرين أن يخرجوا لقتال الروم لكي ينزل بهم أقصى هزيمة تغطي على ما حدث للمسلمين في مؤتة. أقبل المسلمون من كل مكان ملبين نداء الرسول صلى الله عليه وسلم وأعلنوا استعدادهم لقتال الروم. يا ترى أسامة بن زيد كان إيه دوره؟ بدأ يقول لي إن كان أسامة بن زيد أشد المسلمين ارتباطاً أو فرحةً وسروراً بهذه الغزوة، طب يا ترى لماذا؟ قال لي لأن الفرصة واتته أو جاءته ليسأل من الذين قتلوا أباه في مؤتة وليشترك في إنزال هزيمة ساحقة بالروم، يبقى كان يشعر أسامة بن زيد بالفرحة الشديدة لأنه أحس أن الفرصة جاءته ليسأل من الذين قتلوا أباه في مؤتة وحتى يشترك في إنزال هزيمة ساحقة بمين؟ بالروم. استدعى الرسول صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد لبيته وأخبره أنه جعله قائدا للجيش المتجه لغزو الروم. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم استدعى أسامة لبيته وأخبره قائلا له أنه سوف يكون قائدا لغزو الروم. في الوقت ده علقت المفاجأة لسان أسامة ولم يستطع أن ينطق بكلمة واحدة، وانصرف أسامة من بيت النبي صلى الله عليه وسلم شاكرا مغتبطا، يعني كان سعيدا جدا ان هو سيصبح قائدا لهذا الجيش، لان الرسول جعله اميرا للجيش الذي يضم كبار المهاجرين والانصار وهو لم يبلغ 20 من عمره، يعني كان صغيرا في السن. تعالوا كده نشوف سؤال المتفوقين مع بعض. متى فكر النبي صلى الله عليه وسلم في تأمين حدود الدولة الإسلامية؟ نرجو الإجابة من خلال التعليقات على الفيديو. النبي يعقد اللواء لأسامة. استدعى الرسول صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد للمرة الثانية وعقد له اللواء بيديه الشريفتين وقال له اغزو بسم الله في سبيل الله فقاتل من كفر بالله. وهنا أسامة كان قائدا للجيش وهو لم يبلغ سن 20. بدأ أسامة بن زيد يتناول اللواء وملامح وجهه تنطق بالسرور، ثم رفعه إلى بريدة ابن الحصيب الأسلمي، ثم خرج ليعسكر بالجرف وهو مكان يبعد عن المدينة بحوالي 3 أميال. يبقى فعلا بدأ ان هو يتناول لواء الجيش او علم الجيش وملامح وجهه تنطق بالسرور، واعطاه الى بريدة ابن الحصيب الاسلمي وخرج فعلا ليعسكر بالجرف، والمكان الجرف دوت هو يبعد عن المدينة بحوالي 3 أميال. وبدأ فعلا المسلمون يتوافدون على الجرف، ومنهم كان ابو بكر وعمر بن الخطاب وابو عبيدة بن الجراح وسعد ابن ابي وقاص وغيرهم من كبار الصحابة والانصار. مرض الرسول صلى الله عليه وسلم. عندما كان المسلمون في الجرف اشتدت الحمى على الرسول صلى الله عليه وسلم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة، فاستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم من زوجاته أن يتم تمريضه في بيت عائشة. ولما أذن له خرج الرسول صلى الله عليه وسلم عاصبا رأسه ويتوكأ على علي بن أبي طالب وعمه العباس. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بيت ميمونة عندما اشتدت عليه الحمى، فاستأذن من زوجاته أن يتم تمريضه في بيت عائشة. وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض المسلمين متضمرين أو غاضبين من تعيين أسامة قائدا للجيش. طب في الوقت ده خشي النبي صلى الله عليه وسلم
أن يستغل المنافقون هذا التذمر ويتحول إلى فتنة بين المسلمين. طيب يبقى تاني، وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض المسلمين متذمرين من تعيين أسامة قائدا للجيش. طيب بدأ يخشى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستغل المنافقين هذا التذمر ويتحول إلى فتنة بين المسلمين. طب ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طلب من أهله أن يسكبوا عليه 7 قرب من 7 آبار مختلفة، وتم بالفعل إحضار الماء وصب عليه هذا الماء، فتبرد جسده وانخفضت درجة حرارته، فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وخطوى في المسلمين قائلا لهم: أنفذوا بعث أسامة، إن تطعنوا في إمارتي فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله، ويم الله إن كان خليقا لله، أي خليقا للإمارة. ثم أشار في خطبته أن الله سبحانه وتعالى خيره بين الدنيا والآخرة، فاختار ما عند الله. وفي نهاية خطبته أوصر بالأنصار إذ قال: يا معشر المهاجرين، استوصوا بالأنصار خيرا. تعالوا كده نشوف سؤال المتفوقين مع بعض. لماذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين وهو في أشد حالات المرض والألم؟ نرجو الإجابة من خلال التعليقات على الفيديو. صحوة الموت. في اليوم التالي اشتد المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم، وسمع أسامة هذه الأنباء ومن معه من المسلمين في الجر، فتركوا المعسكر وجاء أسامة إلى منزل النبي صلى الله عليه وسلم فوجده لا يتكلم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إليه بالدعاء كأنه يدعو كأنه يدعو له، يبقى أشار بالدعاء له. ثم عاد أسامة ومن معه إلى الجرف مرة أخرى. وفي اليوم التالي اللي هو يوم الاثنين كان النبي صلى الله عليه وسلم في حالة طيبة من الصحة، واطمأن المسلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تجاوز مرحلة الخطر ودخل في مرحلة الشفاء، وهذه المرحلة كانت هي صحوة الموت أو كانت المرحلة التي تسبق موت الرسول صلى الله عليه وسلم. وعند الضحى جاء إليه أسامة واستأذنه أن يتجه لغزو الروم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أغزو على بركة الله. انطلق أسامة إلى الجرف يعلن بدء التحرك إلى الشام، فحدثت مفاجأة. يا ترى إيه المفاجأة؟ فوجئ أسامة بزوجته مقبلة عليه، فأحس أن هناك شيئا خطيرا قد حدث، فبادرته زوجته قائلة: إن المرض اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وحياته في خطر. فنظر إليها وكان شارد الفكر لا يستطيع التكلم. وفي نبرات خافتة أعلن أسامة في الجيش أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم في خطر. فزع المسلمون لهذا النبأ وتركوا بالفعل المعسكر وعادوا مسرعين إلى المدينة. يبقى تاني، ما أثر ما أعلنه أسامة في الجيش؟ فزع المسلمون لهذا النبأ وتركوا المعسكر وعادوا مسرعين إلى المدينة. ولكن عندما وصلوا إلى بيت السيدة عائشة كانت شمس النبوة في طريقها إلى حيث يرقد النبيون، ومات الرسول صلى الله عليه وسلم. سمع أسامة بموت النبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى ماذا حدث له؟ أول حاجة ركز اللواء على باب بيته، دخل يلقي عليه نظرة الوداع، إن الحزن الذي تملكه يعجز عنه الوصف. إن أسامة كان جزءا من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن أسامة اشترك في غصن الرسول صلى الله عليه وسلم، فوقف هو ومولى النبي يصبان الماء على جسمانه الطاهر ويشيعونه بنظرات الحزن والأسى. تعالوا كده نشوف سؤال المتفوقين مع بعض. صف حال أسامة حين علم بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نرجو الإجابة من خلال التعليقات على الفيديو. وإلى لقاء آخر في فصل جديد آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.